كل رمضان وانت طيب. اخبار صحتك ايه؟ القعده غيرتك؟ اكيد الكنبه ايدتك. مش عارف تروح الجيم؟ مش مهم، اتمرن مع نفسك، استغل البيت بطريقتك، علق بره على باب الاوضه، اتمرن على السجاد، براحتك، المهم تتحرك. بس الاهم تاخد بالك من اكلك، فاكهتك، سلطتك، فورمتك، نشط جسمك وقوي مناعتك. حياتك في صحتك، طول ما بتهتم بيها هتفضل طول عمرك محافظ عليها. أليانز، احمي نفسك، احمي صحتك.